يوم ما اخترتك يا بطرس دخلت معاك في عهد وارتباط حب. عارفين لما قال لها مررت بك فوجدتك واذا زمنك زمن الحب، فدخلت معك في عهد. انا يوم ما قابلتك على البحيره وقلت لك خش بالمركب للعمق وارمي الشبكه وطلع السمك كبير، وانت جيت ركعت وقلت انا رجل خاطئ، رديت عليك وقلت لك سيب الشبكه وتعالى اجعلك صياد للناس. انا في اليوم ده ارتبطت بيه بعد. العهد بتاعي ده هو معاك، خد بالك، عهدي مع الشمس والقمر والارض يبطل، لكن عهدي معاك ما يبطلش، لان اي وقت ايه كل ده مش هينحل. لكن عهدي معاك يا بطرس ابد. فمن ساعه ما انت ركعت وقلت اخرج من سفينتي لاني رجل خاطئ، وقلت لك لا انا مش حق، ده انا هخش جوه سفينتك وهسكن. على مدى السنين دي كلها اللي حصل بقى ايه؟ اللي حصل كله غلط من ماشيين على المي، امشي على المي شويتين وايه؟ شك. مش عارف اجي اقول لك كلمتين، ده احنا رايح اتقلد لك. بطرس انتهر حشاك ان يكون لك هذا الموقف. انت بتتكلم من روح ابليس، ليسها بعد. مفيش بعد كده بقى بيتكلم روح ابليس، يعني بيلخبط لخبطه من العميق. جه القاضي على بحيره طبريه، تعال لحيره طبريه بقى خلاص دوكها ايه؟ يعني مش سلم ال، لا ده هو يعني انتهى من نفسه الى حد الانهزام. وانا خشيت معاك في عهد وانت بتكسره، وما انا اكسره انت بتقع فيه مش عارف تجيب. انا عارف من الاول، من يوم البحيره وانا عارف، ومن قبل البحيره، ومن قبل ما يبقى فيه بحيره من حرب الاصل، انت عارف ان انت ضعيف في الحته دي. بس انا حبيت ودعيت، وكنت عارف قلب انك صحيح مندفع وبالطب، بس انت من جوه انا انت عارف اني بحبك بس ضائع، بس بخيت، بس ما شرفكش. بحبك بس بيجيبني، بحب اتكلم على بحبك، هي دي الوحيده اللي انا متاكد منها، هي دي الوحيده اللي مالي ان انا بحبك. وانت عارف رغم الضعف بحبك، ورغم الضعف ضعيف، وهعمل كل اللي قلت عليه. المسيح يسوع ربنا الذي ظهر لبطرس وتلاميذه على بحيرة طبرية وغسل كل جراح الشك والخيانة والإنكار والتراجع والانهزام، واللي ساب جلابيته وهرب عريان واللي قال معرفوش، وغسل كل هذه الجراح وأعلن العهد اللي بيني وبينه، أثبت من عهدي مع الشمس والقمر. يلا أخرج بالإرسالية كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. إن أنا أمجد المسيح المصلوب والمقام، ونمجد المسيح المقام اللي على بحيرة طبرية بيجدد العهد، بيثبته، بيأكده ليه، هو بيقول ان كل اللي جرى ده ولا يشيل عهدك من عهدك، واكتر منه كمان ولا يشيل عهدك من عهدك، ومهما عمل. بس انا عايزك متى رجعت ثبت اخواتك عشان تقول لهم انا كنت مجرد من روح الغضب وقد حررني يسوع، انا كنت مجرد من روح الشهوة وقد حررني يسوع، انا كنت مجرد من روح البغضة وقد حررني يسوع. متى رجعت ثبت اخواتك وكل اللي فات من سقطات ده يبقى وقود حياة ليك والاخرين. قوة الغفران ده مخلصنا الصالح تكون مع كل عبيده لو كل مجرد الامين. اذا اردت ان تساعد في استمرار هذه الخدمة يمكنك أن تدعمنا عن طريق إرسال شيك على صندوق بريد 122 المقطم، أو التبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.